مرحبا، اسمي مروة. أنا أتحدث اللغة العربية مثلكم. تعلم معلمتكم أنكم تبذلون جهدا كبيرا في الصف، وتعلم أيضا أن بإمكانكم فهم اللغة الإنجليزية والتواصل باستخدامها. سنريها الآن مدى فهمكم للغة العربية. لا تقلقوا إذا كان هناك شيء لا تفهمونه أو لم تتمكنوا من القيام بأي نشاط، فقد حاولوا قدر استطاعتكم. هل أنتم مستعدون للمحاولة؟ عليكم الآن الاستماع إلى بعض الإرشادات واتباعها. كل الإرشادات متعلقة بالألعاب التي ترونها على الطاولة. أنصتوا جيداً. ضعوا الحجر في الصندوق. ضعوا الغطاء على الصندوق. ضعوا الأفعى فوق الصندوق. أخرجوا الحجر من الصندوق. ضعوا الحجر أسفل الأسد. ضعوا جذع الشجرة بجوار الأسد. ضعوا الأفعى بين جذعي الشجرة. ضعوا الحمار المخطط خلف الصندوق والأسد أمام الصندوق. أحسنتم، معلمتكم سعيدة بمجهودكم. والآن سنحاول أن نلعب لعبة. أنصتوا إلى الإرشادات واتبعوها. في بعض الأحيان سيكون هناك إرشادين وأحياناً ثلاثة. سأخبركم بكل إرشاد مرتين. هل أنتم مستعدون؟ إليكم الإرشاد الأول. قفوا واقفزوا مرتين. قفوا واقفزوا مرتين. إليكم الإرشاد الثاني. تذكروا، سأخبركم بكل إرشاد مرتين. ارفعوا الذراعين ثم سيروا نحو الباب ثم استديروا. ارفعوا الذراعين ثم سيروا نحو الباب ثم استديروا. إليكم الإرشاد التالي. سأخبركم بالإرشاد مرتين. قفوا على ساق واحدة ثم صفقوا. قفوا على ساق واحدة ثم صفقوا. إليكم الإرشاد التالي. سأخبركم الإرشاد مرتين. ضعوا أيديكم على رؤوسكم ثم أغلقوا أعينكم ثم قولوا أسماءكم. ضعوا أيديكم على رؤوسكم ثم أغلقوا أعينكم ثم قولوا أسماءكم. أحسنتم، لا تقلقوا إذا لم تتمكنوا من تذكر الإرشادات. وضعت معلمتكم صوراً للعناصر الموجودة أمامكم. أنصتوا جيداً لما أطلب منكم القيام به. أعطوني العنصر الذي أحتاجه لفتح الباب. أعطوني عنصراً يمكنني أكله. أعطوني العنصر الذي أحتاجه لقص الورق. أعطوني العنصر الذي نستخدمه لمعرفة الوقت. أعطوني العنصر الذي أحتاجه لتمشيط شعري. أعطوني العنصر الذي أستخدمه لتناول الطعام. أحسنتم، انظروا إلى جميع الصور التي أمامكم. إنها ليست بالترتيب الصحيح،
هل يمكنكم ترتيبها لمعرفة ما يحدث؟ مجهود رائع، أحسنتم. سأطرح عليكم بعض الأسئلة عن الصور. أريد منكم الإشارة إلى الإجابة الصحيحة في الصورة. عندما أطلب منكم الإشارة، كل ما عليكم هو لمس الصورة بأصابعكم. هل أنتم مستعدون؟ أشير إلى أكبر منزل. أشير إلى أصغر منزل. أشير إلى دائرة. أشير إلى مربع. أشير إلى مثلث. أشير إلى أطول شجرة. أشير إلى أقصر شجرة. أشير إلى شخص يشعر بالسعادة. أشير إلى شخص يشعر بالحزن. عمل رائع، أحسنتم. عليكم الآن رسم ما أطلب منكم رسمه ولا شيء سواه، ولا تقلقوا بشأن دقة الرسم. أولاً، اكتبوا أسماءكم أعلى الصفحة. في منتصف الصفحة، ارسموا منازلكم. ارسموا بعض الزهور أمام المنزل. ارسموا شجرة إلى يسار المنزل. هناك قطة تجلس أسفل الشجرة. هناك 5 تفاحات على الشجرة. إنه يوم مشمس، وهناك 3 طيور تطير فوق المنزل. إلى يسار المنزل، ارسم من يعيش بمنزلك. هل استمتعتم بمشاركتكم معنا؟ تعلم معلمتكم أنكم بذلتم جهدا كبيرا، وهي فخورة بكم جداً.